يتقدمون في منطقة الجزاء. محاولة من حسين عبد الغني بيلعب للكرة باتجاه المرمى. عادوا لأن شعارهم هو العودة. عادوا لأنهم لا يعرفوا إلا أن يعودوا. الذهب حسين، العالم حسين، الراق حسين، الأوروبي حسين. باليسرى هو يمين النصراوية، هو باليسار لعبها، لكن ذراعهم اليمين هو للنصر. يمناهم يمناهم سواها الذهبي، سواها العالمي. العالمي يعود، العالمي يعدل، النصر يفجر الملعب، المدرج يتحرك، القدم اليسرى تضرب، الشباك تتحرك. أبو عمر في أجمل أيام العمر، في أحلى سنوات العمر، في خبرة السد، تظهر من خلف هذا السد باليسار. لا يعرف لغة للحوار باليسار، ما عاد فيها لغة حوار، ما عاد فيها نقاش، ما عاد فيها جدل، ما عاد فيها رأي. حسين يقول والنصر يصول ويقول. 1-1 تصطدم في المدافع، تتحرك الكرة، تصبح النتيجة 1-1. تعادلوا وعادوا لأن شعارهم هو العودة، خيارهم هو العودة، لأنهم لم يعودوا يعرفوا إلا أن يعودوا. هذا هو خيار هذه الجماهير الصابرة والمنتظرة والوفية. هذا هو خيار اللاعبين في أرضية الملعب، خيار الإدارة الحالية في النصر الذي